بالسما هلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أضلال مولد كربلائي زين بالسما هلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أضلال مولد كربلائي يا قلبي طير من ضلوعي أسرع من دموعي يحكي عن موضوعي لحسيني من صدق حبيته قلبي يشبه بيته وانا زاير جيته وبشعبان شعبان فوتني صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا سيدي ومولاي ورحمة الله وبركاته. أحبتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية مجددا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الليلة المباركة وبرنامج أفراح شعبانية، وهذا البرنامج في ليلة ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه الليلة المنتظرة. ومعي خدمة الإمام الحسين سلام الله عليه كما عودناكم في كل ليلة، وهذه الليلة معي خدمة موفقين إن شاء الله تعالى، قد خدموا الإمام الحسين سلام الله عليه بأقلامهم وأصواتهم، فأنا وإياكم نرحب بهم ونقدم لهم التهاني والتبريكات من اليمين. أبتدئ بالشاعر الحسيني الأخ العزيز عباس الفراتي، حياك الله وأسعد الله أيامك إن شاء الله تعالى. الله يحييك يا بعد قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. نبارك لكم وللأمة الإسلامية جمعاء بهذه الولادة الميمونة، ولادة الإمام منقذ البشرية الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف. فندعو من الله أن يمن علينا بتعجيل الفرج بحق هذا اليوم المبارك. آمين رب العالمين، بحق محمد وآل محمد. وكلك يمين إن شاء الله تعالى. الأخ العزيز الذي شرفنا من دولة الكويت الملا علي مهدي، حياك الله وسعد الله أيامك إن شاء الله. وأيامكم أستاذ إبراهيم، سعيد جدا بوجودي معاكم. الله يحفظك إن شاء الله. معك سعيد جدا معاك ومع الأستاذ يا عباس يا حبيبي. الله يحفظك وإن شاء الله يكون على قدر من هذه المسؤولية ومن حسن ظنكم هذه أن دعيتوني هذه الدعوة الجميلة. أنت الخير والبركة إن شاء الله، وهذه كلها بركات سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، عجل الله تعالى فرجه اللي يقرب بين الأعراق والناس كلهم. أنا من الكويت، الأخ من منطقة، أنت من منطقة، كلنا اجتمعنا على حب حقيقة، حب صاحب الزمان. فهنيئا لنا بهذا الحب، الحمد لله والشكر اللي جمعنا، اللي أنا من أول ما شفتك حبيتك يا بعد روح، وقع القلوب لبعضها شواهد، وكلنا حبينا بعض يطول عمرك بحبنا لأهل البيت رغم أول لقاء، ورغم أول لقاء. وتوقع المشاهدين إذا شايفيننا من قبل أو أول مرة يشوفونا هم حب الحسين إن شاء الله يجمعنا كلنا بحق محمد وآل محمد، إلهي آمين، يقبل من عندنا هذا إن شاء الله. بركات هذه الليلة، ونوصيهم لا تنسونا من الدعاء، احنا محتاجين لدعائكم وما ننساكم من دعائكم ان شاء الله. احسنت حبيب. احسنت. هاي الليله اخوتي خدام الامام الحسين نسولف فيها بالبدايه، انا هذا اريد الموضوع لان هذه فرصه يمكن ما تتكرر اللي التقي بالاخوه، ما نعرف تتكرر او لا، بس حتى تبقى للتاريخ. نعم. الجيل اللي راح يجي جيل اصعب من هذا الجيل، راح يواجه ازمات في التعامل مع الخدمة الحسينية والقضية الحسينية. صحيح. اكثر من الجيل أكيد هذا أكيد. فريد تبقى رسائل من هذا الجيل اللي بقى محافظ على تراث الجيل السابق. نعم. حتى صحيح. ننقلها لهم تبقى كتاريخ مؤرشف. صحيح. كحلقة تلفزيونية مسجلة. نعم. كلام للملا علي مهدي، كلام للأخ الملا عباس الفراتي. نعم. حتى يجي الشاعر أو الرادود اللي بعده يعرف أنه القبلة شلون كان وشلون بدأ بخطواته الحسينية الأولى. فنطلب من الأخ عباس الفراتي أن يقول له الدرج مالت الحسين فعلا، الباية الأولى صعدتها بهاي الخدمة الحسينية شلون كانت، ومن الأخذ بيدك بهاي الباية؟ حقيقة هي يعني موضوع صعب يعني كثير. أول بداية أنت من تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، يعني أنت اليوم، أنا بدايتي كانت يعني هوايتي
تمنيت أصير رادود، لكن يا سبحان الله بعد قسمة الشعر. فقلت لك أول ما أخذ بيدي رادود سيد حسن الأعرجي، هسه هو مخرج ومهندس صوت حقيقي. الله يحفظه إن شاء الله. هو رادود، فشافني أكتب قال لي أنت أعوفك من الرد، تعال تعال للشعر أسألك. فالحمد لله والشكر توفقت. الحمد لله والشكر. عرفني على كثير من الشعراء، أما اللي بدأوا وياي أستاذ حيدر كريم جار الله الكربلائي، أستاذ أبو جعفر عقيل الكناني، علاء جابر، كثير من الأساتذة. وبديت تكتب؟ بديت أكتب. إيش كتبت؟ لمن كتبت؟ هسه ما نقول إيش كتبت. يعني حقيقة ما أذكر لمن كتبت، يعني القصيدة اللي هذا ما تحضرني، بس لمن؟ موش كتبت؟ يعني كتبت الأمير المؤمنين سلام الله عليه. الله، أول كتابتك؟ أول بداية الأمير المؤمنين سلام إلى علي بن أبي طالب؟ نعم. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. ثبات على ولاية علي إن شاء جميع الله. جميع إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا بعد ما نروح للملة. نعم. لأن طريق الخدمة الحسينية أكيد، وحتماً كل شاعر كل كتابة شعرية لها قصة. طبعاً. ولها سالفة، ماكو شعر يكتب حتى لو كان من نسج الخيال. وبلا واقعية يلزم أن يكون هنالك قصة وواقعة في الخيال. فعلا. فنطلب منك حتما أكو قصة أو واقعة مع الإمام الحسين وكاتب عنها إن شاء الله. أكو سالفة أو عندك قصيدة مسولف فيها ويا الحسين إن شاء الله، نسمعها منك في بداية حلقة هذه الليلة إن شاء الله تعالى. بعد ما أروح لضيفنا العزيز وأخونا العزيز الملا علي مهدي. مرحبا. حياك ونور عيني هالشيبة المباركة. الله إن شاء الله بعدك شباب. شباب إيه شباب. بس بس, بس لون بس لون ديكوري. صحة وعافية إن شاء الله. الحمد لله. تدري المجتمع الكويتي. نعم. خلينا نكون واقعين، مجتمع مرفه. يمكن العراق كان في زمن صدام عليه تقييد وهالشكل وضغوط، وكانت مجالس خفية وهالشكل، فكان بصعوبة يعني أنه الإنسان يمارس الخدمة الحسينية. كذلك المجتمع الكويتي ممارسة الخدمة الحسينية صعبة بظل المغريات الموجودة عندكم. صحيح. مغريات كبيرة. ولكن على كثر صعوبتها إلا هناك كانت عوائل متدينة. جميلة. كانت لها أثر. هذا اللي أريد أوصل له حتى توصل رسالة إلى كل العالم، شلون الكويت حافظت على حسينيتها؟ الصراحة هي عدة نقاط مهمة، بس باختصر لك إياها بالأهم. هناك عوائل متدينة وملتزمة. أنا من عائلة يعني أبوي مثلاً وعيت على الدين من حفظة القرآن. جميل. ورادود حسيني أيضاً. أمي كذلك كانت في المجالس وتقرأ وكذا، وهذا رحمة الله عليها. رحمة الله عليها. فنشأت في نشأة دينية. اللي ساعد هذه النشأة وجود شخصيات مهمة في الكويت. الكويت احتوتهم، وهذه الشخصية أي شخصية اليوم دينية سواء علمية أو بالخطابة أو بالرادود أو بالشعر، وجود باسم جابر الكاظمي. نعم. وجود بعض العلماء، خلينا نقول وجود بعض الخطباء الكبار، سواء عليهم ملاحظات أو ما عليهم ملاحظات ما لنا علاقة، المهم خادم حسيني. هذه الشخصية لها أثر ينطبع في المجتمع. جميل. لذلك اليوم نشوف بعد وجود باسم الحقبة الثانية على طول وجود مجموعة من الشعراء والرواديد والخطباء. نعم. مو فرد الكبير. قبل كان فرد، أفراد. أفراد. الآن مجاميع. وهذا أثر شنو؟ أثر شخصيات كانت موجودة. جميل. أنت لكل أثر لكل مؤثر أثر، أو لكل شنو؟ صح. لكل أثر لكل مؤثر أثر. أحسنت. أيوة. طيب. ساعدني فيه أنت. طيب. لا قد أعلق على الفضائية. المهم كل شيء له أثر، وهذا ناتج. يقولون الأثر يدل على المؤثر. نعم. أي. نعم. والأثر يدل على المسير. نعم. هم أحسنت. أحسنت. الأثر يدل على المسير. هذا الأثر يدور على مسير شنو؟ عدة عوامل. وجود الشخصيات هذيلي، وجود العوائل المتدينة. وين راح؟ لحظة. هو المتدينة. وجود العوائل المتدينة، فهذا أثرهم في المجتمع. شنو قضية ارتباط الشاب الكويتي كان بالعلماء وشنو أثرها؟ والله هي بداية. كيف كانت الحالة هذه؟ الحالة هذه كانت قليلة،
مقتصرة يا الله مقتصرة على بعض العوائل والأفراد، ما كانت حالة عامة في المجتمع، ولكن وجود بعض العلماء والخطباء والرواديد كسروا الحاجز. وجودهم في المجتمع وتداخلهم فيه واختلاطهم فيه كسر الحواجز وتكوين العلاقات، أثر أثر بليغ، إلا أن تصير الخدمة الحسينية والارتباط الديني حالة عامة. أحسنت. وأنتم المحسنين طبعا كانت بداية هناك عندكم الحسينية الكربلائية صح؟ نعم. اللي بدأت فيها نقول أوج الخدمة كانت، أو الظهور الإعلامي، الظهور الإعلامي خلينا نسميه، لأن هي تقريبا بدأت في 1960 أو شوي. نعم. 70، مو يعني مو قديمة وايد. عندنا مثلا بعض الحسينيات ممكن سنة 1895 وكذا، وكانت الخدمة كانت تختلف سابقا صح، حتى بطرق تنفيذها. يعني مثلا أول لطم في الكويت كان حلقات، اليوم وجود الحلقات يكاد ينعدم. ينعدم حتى في العراق. نعم. عندك البصرة، عندك المناطق الساحلية في العراق وفي جنوب إيران وفي الخليج كلها تعتمد على عزل حلقات. حسب أنها كبرت المجالس بعد. يعني الحلقة اليوم خلينا نكون واقعين، صعب أنه تخلي عندك حلقة في وسط هالزخم الكم من الشباب. صحيح، بس هي يعني تكون حلقة واحدة أو حلقتين بكل طريقة أثرها. نعم. يعني أنا مثلا الحين أبوي الله يحفظه من وياي المجالس، مثلا احنا نقرا مثلا في الكويت الشائع عندنا مثلا طريقة العراقية او اهل. نعم. كربلاء كذي، فمع انه رادود بس يقول ما يندمج وايد. يا حسينية بديت بالحسينيات الرسمية الكبيرة، بديت تقريبا سنة 2002 في حسينية بالنخي، كانت الانطلاقة هناك، ومن بعدها الكربلائية والمجالس والخليج وكذا، وهذا يعني يراد لك حلقة واحد بعدين. بس أنا في صغري بديت في بيتنا ترى. ها. كان عندنا مجلس أسبوعي ويقرأ عندنا سيد جاسم رحمة الله. رحمة الله عليه. كبار الخطباء والرواديد، مولى جيل قرأ عندنا، باسم زارنا، الكل زارنا وقرأ. كانت هي البيوتات حسينيات. البيوتات حسينيات. ولا زالت. إن شاء الله. وهاي لها الأثر الكبير ببساطكم. إيه، وإحنا في الكويت يعني. في 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 لها خصوصية. يعني أنا في صغري كنت أقرأ مثل مولى باسم، مثل حمزة الصغير، ومثل رواديد البحرين، لأن أنت في صغير. نعم. تروح إني هذا يقرأ بحريني، هذا يقرأ كربلائي، هذا يقرأ فارسي، فتسمع الأنماط والأعراق اللي في موجودة في الكويت على تنوعها، قاعد تأخذ منك مأخذ، كلها مقبولة. هذا إحنا اللي شيء حقيقة هنا عندنا بسبب الحقبة الزمنية اللي عشناها النظام البائد، فقدنا هذا الشيء، لأن النظام حارب كل العلماء، وكثير من علمائنا راحوا بالكويت وصارت كأنما كربلاء الصغرى هناك. ولا أول شيخ عادل الكربلاء رحمة الله عليه يون الزوار البحار. نعم. ويقول لهم يلي تناشدني عليه من تهمل العين، وقلبه يا أبو حمزة تراه وتفطر. نعم. ذاب يقرأ لهم البحراني ويسمعهم، وكانت كربلاء ولا زالت يعني. سنت. رحنا بأجواء الحسينيات وأجواء. نعم. الحسين مولى علي مهدي إذا ظل ساعة بعد ما تخلص سالفة. صحيح، أحسن تقول الشعر لحق. بالعكس نستثمر بيه، هو ضيف علي أنا والنعم. بالعكس أنت كلكم أخوة وخدام حسينيين. الله يسعد حسن ظنكم. نشوف عباس الفراتي. نعم. شمسولف ويا ولي نعمته. ويا ولي نعمتي حقيقة هالقصيدة تجوز أول مرة أقرأ، كثير اندعيت مكانات بس يعني ما انقرت. هي مو قصيدة يعني، مقطوعة. مقطوعة؟ كل إنسان من يوصل لمرحلة مرات تجوز تأخذ العزة بالنفس. هاي سالفة تخوف بالخدمة. أنا خاف أعلق بعد تزيد البدليات. دا أكتب بقصيدة. قصيدة طلعت يعني بيها قوة. شايف أنت من سوفة شيء. تفتخر بين نفسك. تفتخر بين نفسك. قصيدة منبرية. ومصينا عليها الرادود يعني استوى يبد. هو طالن اللحن استوى يقرأ الولد. خوش. طلع بيها كلام ما شاء الله. اجى رادود فلان سمعها كان يقول له خوي هالقصيدة لي. يوم عود هذا مصيني وهذا كان يقول له خوي اعطي اي قصيدة. اوه. اي مشي حال. اي مشي حال.
فأنا ظليت حائر يعني حقيقة، فكتبت يم تكتب قصيدة كون لك مولاي، يم تكتب قصيدة كون لك مولاي، مو للناس خاطر تنعجب بيها، ويطير الستار وتنكشف نيتي، ويحن شفك يا ابو اليمة ويغطيها. يم تكتب قصيدة كون لك مولاي، مو للناس خاطر تنعجب بيها، ويطير الستار وتنكشف نيتي، ويحن شفك يا ابو اليمة ويغطيها. مبدع بالصور لا كنا اجرح بيك، مبدع بالصور لا كنا اجرح بيك، انا اكتب وافكر المن انطيها. الله انا اكتب وافكر المن انطيها، مل فلان خاف المو حلو صوته، وهذاك فلان خاف الما يأديها، مل فلان خاف المو حلو صوته، مل فلان خاف الما يأديها، غشيم وصدق التوفيق بالشهرة، غشيم وصدق التوفيق بالشهرة. العد وين؟ ومثل بعض الخدم هم مركض عليها، لكن فزيت واشكر رب من فزيت، بل تشلحق يا ابو اليمة بتواليها، وعوض الراح من عندي يا ابو السجاد، وكل كلمة اقل للزهرة سجليها، وكل كلمة اقل للزهرة سجليها. الله اي والله. استاذ ابراهيم، انا مريت بهالموقف، عطيت حق شاعر او شاعر كتب باسمي قصيده، بعدين وانا كنت صغير قال لي لا وخلاص خاشه حق رادود كبير، وخلي روحك رياضيه واقبل، لان هذا في مصلحه الخدمه انه يقرا هذاك قصيده الافضل، واعطاني اياها كذي بديبات حلوه. حزت هنا شوي، اقول لك اليوم 2024 للحين انا اساله. الله يسامحك، انا مسامحك واحبك. اي تحز لان انت تقول عند الحسين الكل سواء. قولت العراقيين ليش؟ اي والله. صدق ليش يعني؟ انه التفرقه مع الخدام، التفرقه مع المجالس، هذا المجلس اقربي، هذا ما يزعل الشاعر. ان شاء الله الله يوفقك ويفتح عليك بهذه الليله العظيمه، بس يعني ما ذكرنا اسمك، بس من باب اي انت تدري ان تعرف نفسك، بس بس ما نقصدك. اهم شيء الفكره وصلت. علي مهدي حبيبي، شنو مسولف ويا ولي الحسين؟ هواي منطيك خير، حلو، وتارسك خير، صح ولا غلط؟ صحيح. من اليوم لوم الحسين من يعرفك؟ وايد ناس ما تعرفني اكيد طبعا، ولا شيء، الانسان بدون حسين لا يسوي شيء. احنا باسم اليوم الحسين، احنا غير حسين ما عندنا وسيل، لا احنا قيمتنا بالحسين. اي مالنا هو خلص. لا هذا يمكن يعني مقبول ومقبول، هذا شيء اخر. صح، احنا كاشخين بالمال حسين. اها انا اقول حتى هذا الثوب اللي علي من الحسين، كله كل خيرنا من الحسين، كل الخير منسوب. انت الرواديد الشعراء، انا اسال، انا يمكن رجال مقدم برامج، حلو، اذا اتنصل من الخدمه الحسينيه اطلع لو هي اسولف لي سالفتين، يعرفك فلان او فلان. بس فرق الشاعر الحسيني والرادود الحسيني، الحسين انطاهم لو 6000، لو 6000 مقدم ما يلحق الشاعر والرادود الحسيني. كيف لا تورطني؟ اي والله انت اقوى مني. لا ابويا، لا عمي، اذا ودوني يقولون هذا، لا عمي، الشباب شوفوا من ياخذون، من ابراهيم لو من علي مهدي، عقيدتهم القصيده اللي قراها علي مهدي لو السالفه اللي سولف ابراهيم. بعد البدليات اليوم راح ياخذون منك. مال المتدنية لا ابد. خلاص دبرني. ولن أنتك الحسين، شو مسولف وياه؟ القصيدة اللي تحب تسولفها وياه. هذا يعني حيرتني الصراحة، لأن احنا نسولف مع الإمام الحسين، يعني الإمام الحسين الصراحة يعني اسمه لو تدمع عن فيه ذكرى تدمع. اي والله. واليوم يوم مولد، ليش تسولف؟ ودينا للحسين، ما له علاقة، حتى لو أبكي أرد أعيش الحسين الليلة. والله هذا يعني فاجأتني الصراحة، أنا متفاجئ، بس الحسين الصراحة مو قادر أختصر قصيدة، يعني ما قاعد تيني قاعد تدش يعني
يعني شعور قاعد تجيني قصيدة بيت على لحن على بيت على... صعب 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 صعب. أعذرني من هذا الطلب، خلي أسمعك شيء على حب الحسين آخر. سمعني. مدام إحنا في أيام فرحة ولادة، ولكن ما سويت فيني، ما سويت فيني، قلبي انكسر. شيء غريب عجيب. يلا ما يخالف، خلينا نجدد الروحيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارجع برنامج من جديد. اهلا ومرحبا بكم برنامج افراح شعبانيه، ويانا الضيف علي مهدي خادمكم. اقول لك شنو استاذ ابراهيم، شعبان سر بالمعالي مصون. عيني بارد عليك. شعبان سر بالمعالي مصون، بنوره قرت جميع العيون. سبحان من صاغ به أحرفا. الله شاء الله. ونون حسين من ميلاده آية. الله. لكل قوم بالهدى يعقلون، وعقلي ولاي أحكم بقلبي، وعقلي ورحم آل اللي بيها يهات. أعقلي حبهم فرض واجب، أعقله لجل أنجب حياتي والمنية. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ما شاء الله. الله يسلم. بريء ترى. اسكت خلاص. ليش لا قول؟ لا بعد احنا يعني اذني اخذت بعد. لا استغفر الله. محاولات، مجرد محاولات. خوش استاذ ابراهيم، احنا هوسات. اوف لو ما تهوس. انا والله اهوس بس ما محضر. ما محضر. اي ايش تقراننا لعد؟ اسافر فيك على العباس، ناخذ قصيده لعد منه. ايه؟ وتحضر لنا. اي هوسه كيفك؟ خلنا هذه العبودية في المباراة، فصيح وشعبي. تتجاوبون؟ ما أدري، ما أقدر عليه أنا، وين أقدر عليه هذا الأستاذ عباس؟ لا بل أنت عم أنت، وين أقدر لك؟ أنت حتى أطول مني. خادم صغير. أنت حتى أطول مني. ما نقدر عليكم، إحنا ما نقدر عليك. خادم صغير. ما نقدر عليك. لا حبيبي. إي والله. شاعرنا. أنا قبل لا تطلب من عندي شيء. إي. أنا شفت هاي الدلالة أريد أقرأ للحسن. الله. والنوبة أرجع لك لل. الله. شوف الحلقة مو بكيفنا تدار. أقرأ لك للحسن وأرجع. يعني أنا مو بكيفي سألتك. ودخلت بمواضيع وهو مو بكيفه جباله خلاص. يعني حقيقة هذا اللوكيشن والهذي أخذني للحسن. لا أنا هاي السالفة مو فاهمة، يعني عندكم هاي ثاني مرة تصير فيني ترى. مال دلال؟ لا البارحة تي صار. البارحة راح الاستديو اسجل عن صاحب الزمان حق المولد اليوم. شنو صار؟ دز لي شعر كان يقول لي اقرا العباس، طلع وياي العباس كيف.
اليوم من حلقه من ما حسين يقول مولد الامام المهدي. نختم بالمهدي ان شاء الله. ان شاء الله حقيقه في الامور المرتبطه بهم انا عندي يقين وعقيده تامه بهذا الامر ان الامور تسير وفق ما يريدون. عبدي يريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد. خلاص سبحان الله. عبدك وابن عبدك وابن امتك نقطر الصدر. صحيح. بزمانك سيدي كني بزمانك سيدي كن غريب وتيه دقاعي واشوف دلال من بعيد وانا مخلص متاعي. الله. بزمانك سيدي كني غريب وتيه دقاعي واشوف دلال من بعيد وانا مخلص متاعي. شهبتك شهبتك والهلا منك شبعت بطن واسماعي. الله. شهبتك والهلا منك شبعت بطن واسماعي. عرفتك يا الحسن انت من شفت بمضيفك غاد ينصب بفرد معول للملاش والراعي. الله. عرفتك يا الحسن انت من شفت بمضيفك غاد ينصب بفرد معول للملاش والراعي. مثلك ما شفت من ينطي ما يحسب. مثلك ما شفت من ينطي ما يحسب. الكرم كل الكرم بذيالك مكلب. الهلا الهلا منك الهلا منك رغيف وتشبع الجوعان للخطار دوم الظهرك محدب. يلتكرم بديتك ما تحط خدام ومن نحلف تقول الوادم مكذب. وبس عن حلفة الله وياك ظن جسام مظن جبريل كان الثالث معذب. الكهب غيرك احسش ما غنى مذلول اللي يحفظ ماي وجهه بس لك يج. يا قمقم علي ويا رحة الزهراء ويا عطر المحمد هاكثر طيب. الكرم قالوا شجاعة وهذه ندريها. الكرم قالوا شجاعة وهذه ندريها. واكرم بالحرب مولاي من تحرب كريم بكل وقت بالحومة والديوان. وكفك يا الحسن لتني انهن تطرب. يا حرب تطبها يا حرب تطبها الحومة تشبع روس برقبهم تظل بكيفك تجلب. عظم صوت مو بس الوجه يصفر. الله. عظم صوت عظم صوت مو بس الوجه يصفر. الشافك يقول عليك موت احمر وانت بكل وقت مولاي عود اخضر. وانت بكل وقت مولاي عود اخضر. وقفتك وقفتك هي كانت يا الحسن للجيش مثل وقفة ابوه بذرته يأدب. مثل وقفة ابوه بذرته يأدب. احسنت. احسن الله عليك يا ابو عبد الله. هاي الصور الشعرية للامام الحسن سلام الله عليه. نسأل الله القبول. ملا علي مهدي احنا عدنا بالعراق. حلو. هسه انت بما انه حاليا في هذا المجلس تمثل الكويت واحنا نمثل العراق ان شاء الله. خلينا نسولف احنا بالعراق عندنا ملح المجالس. حلو. وسوالفنا كلها وما تنحل شده عندنا وطلابه ما تنحل الا يما ابو فاضل. والنعم من اخو زين. حتى بال يعني المشاكل اللي تكون مثلا اليوم عندنا عشائريه اليوم عشيره صارت عندها مشكله ويا العشيره الفلانيه قتل مثلا فلان من العشيره الفلانيه قتل فلان من العشيره الفلانيه. صح صار فصل وشي بس ما ينتهي الموضوع الا تقوم العشيره وتعقد رايت ابو فاضل يلا ينحل. يا الله. لازم يا الله. كل صغيره وكبيره حتى بالاعراس بالفواتح بكل شيء لازم ذكر ابو فاضل. فاضل يا عباس. نريد نقلب الموضوع. ايه. ونروح لابو فاضل. ولد العباس أملاح القمر أهو سر الطف أم سر القدر. الله. فضله عم على كل الورى نوره بالخير.
هو باب الله، هو باب الله تأتي الورى وبه تكسر أصفاد ضف الكدار وبه تكسر أصفاد الكدار. الزمن لو جار وتجاسر ولك دار ولك دار الزمن لو جار وتجاسر ولك دار ولك دار يدفع بالفضل همك الله الله ولك دار الزمن لو جار وتجاسر ولك دار ولك دار استاذ ابراهيم يا بعد روح ويا استاذ عباس يدفع بالفضل همك ولك دار ولك دار وانت بكربله فقط زوره ولك جنه ولك دار ولك دار ولك دار وشفاعه دنيويه واخرويه الله صل على محمد وآل محمد سنت طابة فاصل واسمعكم حبيبي شعرنا أرد لأبو فاضل أنا ما حسبين ابو فاضل بسالفه ابو فاضل ما ادخل بالنص اني انتم ما حد يجاوب الثاني مشكله هواي ادل ابو فاضل يعني هذا بعد يمكم هم ما نختار دير بالك علي شاعرنا ترى انا بخدمتك شوية. عندي شويه على ابو فاضل كلكم خير وبركه يعني محتار شقرا لك يا ابو فاضل حقيقي اكو حديث بين ام البنين والحسين خوش حكي عطف خاف شويه اروح زايد عنا اليوم عذرون طبعا للمعلومة أنه في يوم النصف من شعبان صح أنه يستحب إظهار الفرح والسرور لكن في رواية لأحد الأئمة أقام مجلس على الحسين ونعى الإمام الحسين أيه. أم البنين كأني بها بعد أن علمت بمقتل أولادها الأربعة في سبيل الله ونصرة للحسين تخاطب الإمام الحسين قائلة تمنيت الإله يحقق أمنيتي وصيرا كون أم الهز لم كلها الله وربيهم لجل عينك يا أبو السجاد والزينب ألف عباس يكفلها تمنيت الإله يحقق أمنيتي وصيرا كون أم الهز لم كلها وربيهم لجل عينك يا ابو السجاد والزينب الف عباس يكفلها وما تشوف الخيم بالنار متوجره تشوف الماي لخيمها يبللها وكافلها لو ان انقطع جفوفه موجود اللي يعدل بيده محملها الله للحومه قبل اصحابك يبرزون نعم يقولوا لك يا ابو السجاد احنا لها ما يرضون يبرز الحرب جسام شمعة عرس رملة تعود تشعلها فلاليح فلاليح الحرب موسم حصد عدهم فلاليح الحرب فلاليح الحرب موسم حصد عدهم وجا وقت الحصاد تحد مناجلها يجا وقت الحصار تحد مناجلها يسووها ملاحم كربلة بعاشور ويقلبون الحرب عاليها سافلها الله رد رد حسين رد حسين لا تكملي المشكورة تلا العباس هاي الناس عادلها الله رد حسين لا تكملي المشكورة ترى العباس هاي الناس عادلها كفوا منا قمر عدنان ما قصر صولات لابو الحسنين مثلها مثل هدت خريف على الكفر من هد نعم وجه الجيش صوفر والعد أشلها مثل حيدر الصبح بس العكس سواه علي رد الشمس بس هو ليلها الله علي رد الشمس علي رد الشمس بس هو ليلها كفو منا قمر هاشم
قفوا منه قمر عدنان ما قصر صولاته لابو الحسنين مثلها مثل هدة خريف على الكفر من هد وجه الجيه صوفر والعدا شلها مثل حيدر صبح بس العكس سواه علي رد الشمس بس هو ليلها قمر فوق اعتلى خيم ضوى على الروس الله يا رقبة تعجبه بكيفه يسحلها وطبق جرف بجرف من دنق العباس غرفها المشرعة وبجفوفها حولها كل ظنها الشريعة يريد يتروى رد النوب من جفوفه وشلها عرق وجه الشريعة وفهمت المقصود أبو فاضل أبي وبهالفعل ذلها نط جفوفه مقابل يترس الجرب مثل بنت الزغيرة بزندة شايل الله. صابوها وتبدل ماي من عد ونفس ريته تبدى بحيل مقتلها الله. ونفس ريته تبدى بحيل مقتلها سنت سن الله عليكم يا بعد أنا أقول هي الطف على أغلب التقادير أنه ثلاثة أيام كانت معارك وهلقت كتبة الوادم على أبو فاضل لأن أكثر الكتابات عن العباس بس على هاي ثلاثة أيام من جاب الماي والمعركة لو التاريخ كان منصف وناقل لنا العباس كما كان ايش قد كان نكتب عالم ايش قد كان نكتب هسه احنا انت لو التاريخ هم مناقل ايش كان شيلم القضيه على أيوة. والله العراقيين شيلم شو تقول بعد لابو فاضل والله حيرتني الصراحه المقدمه مالتك تجرني الى اماكن اخرى ابو فاضل لا مقدمتك اقوى من قصيدتي ما يصير غش هذا انت قاعد غش بس تتغشون باصواتكم الحلوه ما نقدر تخليك صاف ما حتى رمشه ما ترمش لا اي والله شو السالفه اسمعك تلعبون بصوتكم ما ادري ايش تسوي احنا خلينا نتفق على اتفاق اي ان احنا جايين ارتجاليين هو هذا طبعا شوف ملا علي كثير من الاخوه اللي متابعين ابراهيم السنجري ايه؟ ان كل برامجي ايه؟ لازم تكون ارتجال لازم اي لا هذه وايد صح لازم من حمص حدي المهم زين سلم علي اول شيء عليكم السلام طول عمرك ابراهيم شرفت لي سمع قصيدة على الإمام الحسين سلام على الإمام الحسين إيه؟ والختام يم صاحب الزمان الختام يم صاحب الزمان تمام لا تحاتي طبعا احنا في مواليدنا يعني في الأشياء الخليجية نختلف شوية فيها فأسمعك خليجي ايه هو اقراننا بالطور الخليجي شلون تقرون الموت يعني هذا اسلوب من احدى الأساليب خوش نقول كم شمس بالكون ما شافتها عين كلها مخلوقة لجل عين الحسين كم شمس بالكون ما شافتها عين كلها مخلوقة لجل عين الحسين النجوم اللي جرت متيسرة والخلق بيها إلهي وسيرة لا درت آدم ولا آدم درى كلها مخلوقة لجل عين الحسين ولا تظن بس عالمك ربي خلاق ولا تظن بس صبحك بلطفه فلاق من ورا شمسك ألف شمسي وغساق نعم. كلها مخلوقة لجل عين الحسين بطوف لك كم بيت عشان لا أظلم القصيدة يقول بعض هالأجرام ما هي من حجر البعض ياقوت والماس ودرار لا سكن هجان لا إنس وبشر كلها مخلوقة لجل عين الحسين ما رأته العين واللي ما رأت
والنطق واللي تحرك والسكت والطلع من جوف لو قام ونبت كلها مخلوقة لجل عين الحسين. وقلت حق الشاعر يضيف شغلة كتب وهالنعم من ربي أولها العقل. الله أي والله. والمشاعر والقلب من ينفعل. ليش الله خلق الحب مو غير نحب أهل البيت؟ والإرادة والعزم ويا العديل كلها مخلوقة لجل عين الحسين. آخر بيت وأسألكم الدعاء في هذه القصيدة يعني ما نختمها. هو يعني تصدمتني ترى. بدليات ليه باشر عادي. راد ربك بيك أحكام الوجود والبراه الله على قولي شهود العدالة والكرامة والخلود كلها مخلوقة لجل عين الحسين. أحسنت. اي والله كلها مخلوقة لجل عين الحسين صاحب النعمة العظمى. إذا هي الجنة من نوره خلقت. من نوره مو منه. صحيح. إيه والله. من نور وجه الحسين. من نور وجه الحسين. صحيح. وخصوصا نحن في ليالي الموالد الشعبانية. صح جمع الموالد. مواليد. موالد يصير. ممكن يصير. ممكن. أنتوا أعرف بعد. ما تشوفوا شوفوا هو أعرف. ويقول أنا يقتدون فيني خلاص الحين أثبتنا بالفضائية لك الموضوع طلعني منها. في الرواية شيعتنا منا. نعم. يفرحون لفرحنا. يفرحون لفرحنا. فإحنا شيعتنا منا شلون خلقوا؟ من فاضل طينتنا. من فاضل. خلقوا من شيعتنا منا. خلقوا من فاضل طينتنا. نعم. فإحنا في وجودنا أصلاً هو وجودهم. صحيح. وجودنا التكويني هو وجودهم. كالشعاع إلى مصدره. الله. إيه بعد. هذا وجودنا كل شعاع. احنا كنا هو كون نثبت كون نثبت هذا شيعتنا. صحيح. كون نثبت هاي الاولى هاي بعد ما ادري هاي يم الحسين. احنا وصلنا لختام البرنامج. ختام ولا عباس الفرات. انا ما اتمنى ينختم بس بعد عندكم التزامات ادري عندك موعد وضربت الموعد مالتك. اي والله. ومن البرنامج طبعا من الهيئه اللي عندك محفل بيها نقدم لهم الاعتذار واحنا حازين مولى عباس ببرنامجنا. قصه هذا بعدين نقول لهم اعتذرنا بالبرنامج زين انه حازين مولى عباس يمن الفراتي حتى يكمل الحلقه وانا هو معتقل. اعتذر بعد هم تاخرت على ما وصلت حسابك يعني حساب عسير بعدين احنا ما لحقنا جيت بسرعه صعد لك ما عسب لك. لا بس والله مو مني ترى هم الشارع كان زحمه يعني هو الشارع. اي هو الشارع. لا بعد هي الليله الكل معذور. صحيح. الليله الكل معذور. صحيح. الزخم الزوار في كربلاء والمشكله وين الزخم المفاجئ. ايه. من دون سابق انذار. صح. مباشره اليوم عصرا بعد العصر لا المغرب صار الزخم العجيب الغريب في كربلاء. صحيح. طبينا وين هزر صرنا مرور خلنا نرجع لل... نروح لابو صالح. لابو صالح راح اقرا لك سهيري ومقطوع وقصيده. قصيده. بحبلك اكل بردت منك بعد شمته. بحبلك اكل ردت منك بعد. بحبلك اكل بردت منك بعد شمتان. شمتان. شمتن. خوش. كم واحد بغيبتك يا ابن الحسن شمتان. الله. بحبلك أكل بردت منك بعد شمتان. كم واحد بغيبتك يا ابن الحسن شمتان. وجداوة صار الهوى كل البقع شمتان. شمتان مختنق بين البشر أركض ودور نفس. محسود بيك أصبحت وعلي صاير نفس. أتمنى يا ابن الحسن وياك أقدم نفس نفس وما طيح منك ردت لما انتهز من خلك. الله. ما صير مثل البعض أبقى وأظل من خلك. أدعوك يا سيد بحق اللذمن خلاك من شجرة آل النبو إلها صرت خاتمة. جند بجيوشك ردت وامري صرت خاتمة. يا ليتن بخنصرك أصبح مثل خاتمة. وما أقول ضاع العمر لو كنت بيساعلك
وما أقول ضاع العمر لو كنت بيساعلك مثل الرسالة بظرف وابحث على ساعلك لو يوم ظل بالدهر لابد تحل ساعلك عجلي غايب إذن وطلعتك شمتان الله يخيط السبحة متطشرين من دونك يخيط السبحة متطشرين من دونك تعالوا خل نشوفك يا ضوى الزهرة فكريج الفرح والحزن خلي روحك اجهب رايلي أنا الدنيا متحيرة يا خيط السبحة متطشرين من دونك تعالوا خل نشوفك يا ضوى الزهرة فكريج الفرح والحزن خلي روحك اجهب رايلي أنا الدنيا متحيرة يلجنك عطر تنشم فلا تنشاف الله يلجنك عطر تنشم فلا تنشاف مدينة شفوف وترجع قصيرة يا بذرة علي الشاتلها من زمان ننطر يا وقت وتخضر البذرة الله أيوة. مربينا نسيم وخل نصيح فويش مثل عاقول عقبك ساكن الصحراء غريب انت وتدلب واد ممتيهين غريب انت وتدلب واد ممتيهين تعال ارجع يا غايب طالت السفرة تعال ارجع أمية بشيعتك عالت وما بينا بلال ويحمل الصخرة نعم شيعة بشيعتك عالت تعال ارجع أمية بشيعتك عالت وما بينا بلال ويحمل الصخرة ثار حسين يمتى يا حليف الثار ثار حسين يمتى يا حليف الثار والرايع لقبت يا وقت حمرة والرايع لقبت يا وقت حمرة هذا ظلام هذا ظلام الظلم في الأزمان جن قصيدة كاملة مو مقطع فول التنورا يستضيء بك الزمن قد جل مولدك المعظم سيدي وبه تجلى العدل يا نجل الحسن هذا انتظارك قد عقدنا حبله في راية سترف كي تحيي السنن نشدك الدين قرآن وسنة نشدك الدين قرآن وسنة معاتب سيوف وأسنة فقايرك اشهر بجفك وأسنة لجل تحيي الشريعة الأحمدي إن عيناي يا استاذ ابراهيم ان عيناي كصحراء الحنين اجدبت شوقا ولقياك المعين الله بك يا مهدي تسقى وترى ذكرك القدسي وماء الظامئين هامت الأحداق في ذكرك يا قبلة رامت إليها كل عين فتحنا العين على الدنيا وعينه وعلى درب المهدي تأسس
وعيني متى ننظر حسين وجهه، متى ننظر حسين وجهه وعين نشوف الطلويل غرة البهية. وبعد أختم لك وإحنا في كربلاء وأقول لك طوف يا قلبي بضريح حسين وتعنى له، طوف يا قلبي بضريح حسين وتعنى له، سلم وأد التحية لصحبته ورجاله وقل له خادمكم. هاي الرسالة نيابة عني وعنكم وعن المشاهدين. وقل له خادمكم يا ابو السجاد تعلم حاله، الليلة الليلة عيدي يتفرج منك يريد رسالة. اي والله يا الله. وشيعتكم ولائية كلها تريد عيدية، شيعتكم ولائية كلها تريد عيدية، باب الكرم والجود ما قد صباح مسدود. اي والله غالي ومولدك غالي. سنت ما شاء الله. ما ادري بتشيتنا، ما ادري ضحكتنا، ما ادري سويت فينا. قليل من والديكم. لا عمي والله كل شيء ما عدنا ودعتك. لا بالعكس خادمكم. طيب الله انفاسك واسمعكم. اي والله الله يعلش على هاي القريه. الاحساس كان سابق صوتك. الله يسلمك حقيقه. الله يسلمك. احساسك كان يوصل قبل لا نسمع صوتك. الله يسلمك. هو من 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 الاشياء المهمه ايضا للرادود، مو 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 الصوت مهم. أي. الصوت وجماليه الصوت مهمه، بس يعيش الحالة أهم. أي من القلب. أي. يدخل إلى القلب. أي والله. يخالف شوية مثلا بعض الناس يدققون، يخاف أنه يقرأ مطلوب النغمة تطيح منه أو يقع في خطأ. هذا مطلوب. لا تخاف. هذا الإمام يدبره. لا تخاف، القلب الصادق محبوب أكثر. صح. أي أي فإن شاء الله نكون كذا. مثل ما حبيتك من شفتك وحبيت مولى عباس. الله يحفظك أستاذ العزيز. الله يسلمك. طول عمركم. خادمكم الصغير. خادمكم الصغير. عيشنا. قطرة من إبداعكم هذا ملا. الله يحفظك. شكرا لصاحب الزمان على هالجمعة. الله يسلمك. وشكرا لصاحب الزمان على هذا الإعداد. الله يسلمك. مو إعدادنا لأنه. صحيح صحيح. إعداد ولنعمتنا صاحب الزمان اللي هو شاء أن تكون هكذا الأقدار. نعم. بأن يكون التأخير وأن يكون وما يكون وأن تكون هذه القصائد من دون إعداد. شكرا لحضورك ملا عباس. يا حبيبي. سامحنا. لا على راس. شكرا لحضورك ملا علي مهدي وسامحنا. الله يسلمكم. انت سامحوني على التقصير. شرفتنا اليوم. الله يسلمك يحفظك. انت وجودك احنا متشرفين. انت الخير والبركه. حقيقه فرصه سعيده اليوم. البركه ملا اسعد حبيبي. ويا جناب الملا. عفوا. لا احنا اليوم المواضيع المتدنيه على حسب لك. فمو نسيناه ليش رجعت لنا؟ حتى لا ينسى. حتى يثبت ان المقدمين البرامج يجب الناس ان تتبعوهم، لا توهقونا احنا خلونا براحتنا. مو اكو عليكم انتم ايات قرانيه الشعراء. الشعراء مو لا انتم صوت الشعراء. لا بس انتم صوت الشعراء. انت تلقي الشعر. النص يشملك. الناقل. لا 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 الناقل منقول ليس بكافر. ناقل الكفر ليس بكافر. لا 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 ناقل الكفر كافر ونص. معتقد به كافر ونص. ناقل الكفر المعتقد به كافر ونص. زين وربع فوقا من عندهم. اي هذا المعتقد به. يعني سؤالة مثل انت ما معتقد بهن أزلزمتك يعني. بعد ما يقدر يطلع منه اخوي. الشعراء الحسينيون يتبعهم المتقون. الله الله. هؤلاء
هو شعر. استاذ ابراهيم احنا كم سنه نعرف بعض؟ ليش اول مره نلتقي؟ اي والله ان شاء الله الجاي هواي حتى الشعر نفس الشيء يعني سبحان الله هذا يعني هو هذا الحسين صحيح. لذلك عندنا رواية المؤمن أخو المؤمن من أمه وأبيه، أمه أبوه النور وأمه الرحمة الله. محمد وعلي سلام الله عليه. فأنت أخوي بس ما تدري من تقعد وياه تقول أنا شني سنين. إيه طبعا لأن أنت صحيح. في عالم النور أخوي صحيح. وكذلك من العباس لا تهونون قلوب شواهد. شكرا لحضوركم. طبعا انا يحكون وياي هنا واسولف وياكم ويقولوا لي الحلقه مستمره انت وياك، انت راح تخلص ويا الضيوف بس انت راح تبقى. لا انا سولف ما عندي هلا صدق؟ لا مستعجل؟ اي والله. راح تروح تزور؟ راح امر زياره ان شاء الله على الحرم وهم رايح الى ادعي لنا وياك منطقه اخرى. ادعي لنا وياك ان شاء الله. شكرا لحضوركم جميعا ان شاء الله تعالى. ونلتقي في خدمة حسينية مهدوية، ماكو فرق حسينية مهدوية، كلاهما واحد، وجهان لموضوع واحد، الحسين والمهدي. من أراد أن يكون مهدويا حقيقيا دائما أقولها فليكن حسينيا حقيقيا. نعم. إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. شكرا لحضوركم إن شاء الله. سيدنا المخرج قبل لا أختم الليلة حلقة الختام باكر باكر الختام يعني خربطت سيدنا المخرج كل المواعيد رحم الله والديك. باكر الحلقة مستمرة وياكم من برنامج أفراح شعبانية، وبس وكذلك برنامج الأفراح شعبانية مستمر وياكم. لكن الآن أختم الحلقة مع الأخوة الضيوف وأرجع لكم مناوين الجماعة يبيتون هنا اليوم إن شاء الله. جميل. إلى ما بعد هاي الدقائق ألتقيكم إن شاء الله تعالى في أمان الله وحفظه. زين بالسم هلال خط الفرح مرسال مولد خمسة أبطال مولد كربلائي. يا قلبي طير من ضلوعي أسرع من دموعي يحكي عن موضوعي لحسيني من صدق حبيته قلبي يشبه بيته وأنا زاير جيته وبشعبان شعبان